شهر رمضان يا حبايبي بيجي مرة واحدة في السنة، لكن تقدر حضرتك تعمل شهر رمضان ده بثواب 100 شهر في السنة الواحدة، لما تطعم حضرتك أو تفطر 100 صايم معاك. ربنا عجل علمنا ده، إنك لما بتفطر صايم بتاخد مثل أجره من غير أن ينقص من أجره شيء. مدوا إيديكم بالخير يا إخواننا الإفطار الصائمين، علشان نقول لكل محتاج والكل فقير إحنا معاك. صلواتنا وسلامنا وحنيننا يا رسول الله، جئناك بالحب. أعزائي المشاهدين، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم أروية الخير. النهاردة 10 رمضان ومكملين الفرحة والبر والتقوى وكل حاجة حلوة في الدنيا. أنا عايز أقول لكم شهر رمضان ده مميز جدا. شايفة الناس كلها عندها خير لبعض، الناس كلها سند بعض، الناس بقت تحب بعض أكتر، وفرحتنا بتكمل مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وإحنا لسه مكملين مع سيدنا النبي وعيلة سيدنا النبي. إيه العيلة اللي ذو نسب، العيلة الجميلة اللي طلع فيها سيدنا النبي عشان يكون جواد بالشكل ده، وكان خلقه القرآن. خليني أكمل معاكم حلقتنا مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. ووقفنا الحلقة اللي فاتت عند حفر جد النبي عبد المطلب لبئر زمزم. حفر بئر زمزم وانفجرت الماء، وبعدها قريش كلها أقبلت عليه، راحت له. فلما لقت بئر المية وقالوا له: يا عبد المطلب، إنه بئر أبينا إسماعيل، ده بئر أبينا إسماعيل، فإحنا هنشاركك فيه. فأبى، قال لهم إيه؟ ده البئر اللي أنا خصصت بيه، يعني أنا الرؤية جات لي أنا، فما أنا بفاعل، أنا مش هخلي حد يشاركني فيه. فقالوا له: إحنا نختصم، هنخلي بينا حكم. مين الحكم اللي بينا؟ هي كاهنة من بني سعد، هذيم. الكاهنة دي كانت ساكنة على مشارف الشام، المسافة بين مكة والشام كبيرة قوي. طيب، اتفقوا اللي هم هياخدوا من القبائل العربية قريش 20 راجل، وهياخدوا 20 رجل من بني عبد مناف قبيلة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. فعشرين رجل من قريش وعشرين رجل من بني عبد مناف، 40 رجل في رحلة لكاهنة بني سعد عشان يختصموا في بئر زمزم. مين اللي هياخدوا أو هيتشاركوا مع بعض؟ وبالفعل خدوا الطريق في الصحراء. وهم في الطريق قريش كان معاهم مية، والقبيلة التانية كان برضو معاها مية، بس بني عبد مناف المية نفذت منهم. طب هنعمل ايه؟ استسقوا قبيلة قريش ال20 راجل اللي كانوا رايحين معاهم من قريش. فقال لهم: نحن بمفاذة، يعني احنا في صحراء. مفاذة زمان كان اسمها، الصحراء زمان كان اسمها مفاذة. ليه مفاذة؟ مفاذة دي معناها اللي احنا بنتلمس طريق النجاة في الصحراء، تيمنا بالنجاة من الصحراء، فكانوا بيسموها مفاذة. نحن بمفاذة، يعني احنا في صحراء وخايفين يحصل لنا اللي حصل لكم، لتنفذ منا المية. طيب، فعبد المطلب سابهم وراح بلغ ال20 رجل التانيين اللي هم أبوا أن يسقوهم الماء. فقالوا: طب هنعمل ايه؟ وكان عبد المطلب هو سيد قوم. قال لهم: الرأي دلوقتي اللي احنا نحفر، كل واحد يحفر لأخوه أو لصاحبه حفرة عشان من شدة العطش ما يبقوش ميتين، وهم كانوا يعني ذو نسب في مكة، ما يبقوش ميتين في الطريق الصحراء كده والناس تشوفهم، كان ده هيبقى عيب كبير قوي في قبيلة بني عبد مناف، فإحنا ندفن بعض. فرجل ميتة رجل واحد أحسن من ركب بحاله. وبالفعل عملوا كده. فقعد عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم يفكر: طب احنا ليه ما نسعاش ونشوف طريق للميه؟ ممكن يكون يقابلنا بلد فيها ميه. وده نفس اللي حصل للسيده هاجر لما كان عندها يقين، بس مع الفارق طبعا، بس السيده هاجر كان عندها يقين اللي هي هتلاقي ميه، فانفجرت لها ينبوع الماء. وهو كمان كان واخد بالاسباب،
انا ممكن اشوف مكان فيه ميه، ممكن لما نمشي شويه نلاقي بئر ماء. وبالفعل امرهم اللي هم يرتحلوا. اول ما ركب على الراحله، لسه الراحله بتمشي، انفجرت من تحت خفها بئر ماء، عين ميه عذب. فكبروا وشربوا كلهم، وقال للرجال العشرين راجل من قريش اللي أبو بص كرم جد النبي صلى الله عليه وسلم، قال لهم تعالوا تعالوا فقد سقانا الله. جد النبي صلى الله عليه وسلم الكرم، الكرم كان من الجد للأب لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. شربوا وهم في الطريق قالوا له والله قد قضي الله لك علينا، قد قضي الله لك علينا، ربنا قضى لك يا عبد المطلب. وخلوا ما بينه وما بين زمزم، قالوا له اللي أسقاك في الصحراء دي هو اللي أسقاك زمزم. فلما رجعوا قالوا له زمزم بتاعتك وبتاعت بني عبد مناف، وخلوا بينه وبين زمزم، زمزم بقت بتاعت عبد مناف، وتولوا السقاية والرفادة زي ما قلنا قبل كده. طيب بعد ما رجع جد النبي عبد المطلب قعد يفكر شوية، ايه اللي خلى قريش يبقى عاملين كده ومتمسكين ببئر زمزم بالشكل ده؟ فنفسه حدثته اللي هو يمكن عشان انا عندي ابن واحد اسمه الحارث، كان عنده ابن واحد ساعتها اسمه الحارث، فقال انا عايز يبقى عندي اولاد كتير قوي، عندي عزوه. فعمل نذر، قال انا اذا ربنا عز وجل او اذا وزقت باولاد 10 اولاد ذكور هنحر واحد منهم، هضحي بواحد منهم عند الكعبه. وبالفعل ربنا عز وجل رزقه ب10 اولاد و6 بنات 16. فال10 اولاد لما اكتمل العدد قال انا لازم اوفي بالنذر، فجاب اولاده ال10 وكان منهم عبد الله، كان منهم عبد الله اللي هو ابو النبي صلى الله عليه وسلم، وكان احب ولده اليه. فجابه وجاب كل اولاده وقال لهم انا نذرت نذر لما تكتملوا 10 هنحر حد فيكم. قالوا له انت ابانا افعل اللي انت عاوزه. فقالوا طب انت هتختار واحد فينا ازاي؟ كان في بقى حاجه عند الكعبه، كان حاجه كده زي اللي احنا بنعملها قداح، قداح ده كان كاس وفيه اسهم زي القرع عندنا، احنا لما بنعمل قرع بنعمل ورق كتير وحد فينا بيختار ورقه وبتبقى قرعه واللي يطلع هو اللي ايه اللي هيعمل الحاجه دي. نفس الكلام كان في الكعبه، كانوا بيخشوا الكعبه للكاهن ويمسكوا قداح، القداح دي كان فيها اسهم مكتوب عليها افعل او لا تفعل، اعمل ده او ما تعملش ده. وبالفعل الاسهم كل ما يجوا يضربوا القداح يعملوا القرعه دي، تيجي القرعه على عبد الله، عملوها تاني جت على عبد الله. فلما كل مره القداح تيجي عليها فعبد المطلب قال خلاص انا هنحر ابني عبد الله، وكان حزين جدا جدا انه كان احب ولده الى قلبه. جاب الشفره وكان خلاص هينحروا عند الكعبه، الناس قالوا له انت بتعمل ايه؟ هتذبح ولدك؟ قال لهم كيف اصنع بنذري؟ هعمل ايه في نذري؟ ودي كانت صفه من صفات العرب اللي لما يقولوا حاجه لازم يوفوا بيها، وخصوصا النذر. فهم قالوا له في عرافه في الحجاز هي ممكن تقول لك هتعمل ايه. وفعلا راح للعرافه اللي في الحجاز وحكى لها القصه كلها من اول النذر لغايه لما ولد اولاده ال10. فقالت له الديه عندكم كام؟ ديه الرجل، الديه يعني الرجل لو قتل يبقى قدامه كام من الابل؟ قال لها الرجل ديته 10 من الابل. فقالت له اضرب القداح، اعمل القرعه ما بين ابنك وما بين الابل، لو جت القرعه على الابل اذبح الابل، لو جت القرعه على عبد الله يبقى ايه تعمل القرعة تاني وتبتدي تعملها تاني وتالت وتكرر القرعة لغاية لما تيجي على الإبل. بالفعل عمل كده، وكانت كل مرة القداح تيجي على عبد الله لغاية المرة ال10. في المرة ال10 جت على الإبل،
فقالوا له قد رضي الله قد رضي الله، قالوا لعبد المطلب كده في قريش. فعبد المطلب كان راجل بيحافظ جدا على نزوه واي كلمه بيقولها، كان سيد قومه. فقال لهم انا هضرب بالقداح 3 مرات اتاكد ان انا كده هوفي بنذري. وبالفعل عمل كده، ضرب القداح 3 مرات واتاكد لما جت على الابل ان خلاص قد رضي الله زي ما قالت له قريش. ذبح 100 من الإبل، نحر 100 من الإبل عشان 10 مرات، ف10 من الإبل الدية 100 من الإبل في الكعبة، يأكل منها طير، يأكل منها إنسان، يأكل منها حيوان، يأكل منها اللي يأكله، هو نذر ووفى. طيب يبقى كده اتولد عبد الله أبو النبي صلى الله عليه وسلم. طيب إيه اللي حصل علشان أبو النبي يتجوز السيدة آمنة؟ تعالوا الأول نعرف سيدة آمنة كان اسم أم النبي كان اسمها آمنة إيه؟ آمنة بنت وهب ابن عبد مناف. تاني، أم النبي صلى الله عليه وسلم اسمها آمنة بنت وهب ابن عبد مناف، اتجوزها عبد الله أبو النبي وخلفه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. وكان أبو النبي عنده 25 سنة، كان عنده 25 سنة لما ولد النبي صلى الله عليه وسلم. بس قبل ما نتكلم بقى في ولادة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، حدث حاجة عجيبة قوي قوي غيرت اعتقاد الناس في مكة، وهي حادثة الفيل، حديث الفيل. كلنا كنا بنسمع واحنا صغيرين أبرهة وكان عايز يهد الكعبة. الحكاية دي صحيحة بس خليني أحكيها لكم بشكل مختلف. أبرهة الأشرم، كان اسمه أبرهة الأشرم، وكانت في ناس بتقول عليه أبرهة الحبشي. أبرهة الحبشي كان داخل عايز يهد الكعبة. ليه؟ كان عايز يغير وجهة المسلمين اللي هم يغير وجهة الناس للحج، من الحج للبيت للحج لمكان تاني. فقال أنا لازم أروح أهد الكعبة، وخد معاه في روايات بتقول 9 من الأفيال أو 13 فيل. فوجه الأفيال وكانوا في وادي بين منى. فلما وجه الأفيال جت في وادي اللي في منى وراحت بركت يعني قعدت. يودوها في يمين شمال بعيد عن الكعبة تروح، أول ما يوجهوها للكعبة تبرك في الأرض. وهم موجودين وبيعملوا كده، الحاجة بقى العجيبة اللي حصلت، جه عليهم طير أبابيل. يعني إيه طير أبابيل؟ طير عادي، أبابيل يعني كان مجموعة من الطيور بتمشي في أسراب. الطيور دي كانت شايلة إيه فوق راسها وعلى رجليها، كان في كل رجل حجر صغير وفوق راسهم حجر صغير، 3 من الأحجار عليهم. الأحجار دي قد إيه عشان تبقى على طير؟ قد العدس، حبة العدس أو الحمص. كانت تنزل على الجندي تقطع أوصاله، تقطع أعضاءه، ترميهم بحجارات من سجيل. طب وأبرهة؟ طب هم هربوا لما تقطعوا بالشكل ده، هربوا. طب وأبرهة؟ أبرهة هرب هو كمان وجاله داء، كان أنامله أطراف صوابعه كانت بتقع منه لغاية لما انفصل صدره عن قلبه فمات شر ميتة. العجيبة اللي حصلت دي كانت قبل ولادة النبي صلى الله عليه وسلم ب50 يوم. ليه 50 يوم واتولد بعديها سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم؟ تمهيد ربنا عز وجل للناس جميعا في الكون، وخاصة مكة اللي فيه إله واحد، إله واحد هو المتصرف في الكون كله. لما حد جه يهدم بيت ربنا وهم مسميينه بيت الله، فعرفوا ان البيت ليه رب، مش الأصنام اللي حاطينها، لا البيت ليه رب. بعد ما حصلت الحاجة العجيبة اللي كل مكة كانت بتتكلم عنها سنين طويلة قوي، قالوا لقد نصر الله بيته، إنهم أهل الله. قالوا على مكة إنهم أهل الله، لقد نصر الله بيته، لقد نصر بيته الحرام.
وبالفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فده كان تمهيد لمكة اللي فيه إله واحد، والنبي صلى الله عليه وسلم جه بعدها ب50 يوم، وفضلت مكة تقول القصة دي سنين كتير قوي. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان بيتحكي له اللي فيه إله حمى البيت. شوف البيئة اللي مهيئها ربنا عز وجل لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، اللي فيه إله. الأصنام دي كلها ملهاش نفع، لكن فيه إله للبيت. فيعني سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عمره ما راح لصنم عبده ولا كان مآمن بأصنام أبدا، دايما دايما كان عارف اللي فيه إله للبيت، في رب. وده كان حديث الفيل اللي حصل قبل ولادة النبي صلى الله عليه وسلم. النهاردة يعني أنا هكتفي اللي احنا اتكلمنا لغاية مولد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وهنكمل رحلتنا مع النبي إن شاء الله من الحلقة القادمة. لكن خليني أقول لكم حاجة عن أحب يعني الحاجات لقلبي والفرحة اللي كلكم دخلتوها على قلبي وقلب الناس كلها. الخير، أحب الأعمال إلى الله عز وجل، زي ما قال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، سرور تدخله على مؤمن. وفي الحقيقة في الفترة دي أنا شفت كمية خير وسرور الناس بتعملها للناس. إيه ده؟ إيه كمية الخير ده؟ وأهل الخير كتير، يعني فعلا الخير فيه وفي أمتي إلى يوم الدين. بس في ناس بتقول إحنا ظروفنا على قدنا وما نقدرش نتصدق دلوقتي. الرسول صلى الله عليه وسلم قال اللي كل يوم الصبح بينزل ملكين بيقول اللهم اعطي منفقا خلفا والله اللهم اعطي ممسكا تلفا. ممسك اللي هو ما بيديش حتى الجنيه، المنفق اللي ممكن يطلع جنيه واثنين وثلاثة وعشرة وألف زي ما انت بس انفق. فالملائكة بتدعي لك اللي ربنا يخلف عليك. وفي ناس كتيرة قوي حالتهم بسيطة لكن بتنفق بتتصدق. فالحاجة البسيطة قوي دي بتسعد ناس كتيرة قوي. أنا وحضراتكم وأهل الخير والناس العاملين عليها وكلنا بنتكاتف وبنتكافل، لأن الأصل عندنا في الإسلام التكافل. فعايز أقول لكم حكاية بسيطة قوي عن حاجة بسيطة قوي ممكن تعمل حاجة كبيرة قوي وتكون في ميزان حسناتك يوم القيامة. من أكتر القصص اللي بحبها قوي عن السلف قصة أبو نصر الصياد. أبو نصر الصياد كان صياد، لكن كان البحر يعني مفهوش سمك خالص وكان الحال على قدها. فكان ماشي هو وزوجته في الطريق وبيدعي ربنا عز وجل يا رب ارزقني. فقابل شيخ كان عندهم وقال له على حاله، فقال له تعالى. فراحوا عند البحر فقال له اسجد لله ركعتين وقال بسم الله. فراح رمى الشبكة وقال بسم الله، وبالفعل طلعت سمكة عظيمة جدا. فجاب بتمن السمكة دي ورقتين، ورقة لحم، فطرتين يعني، ورقة لحم وورقة حلو. وبعدين وهو في الطريق راح يدي للشيخ منهم عاوز يعني، فالشيخ رفض فقال له لا دي ليك ولعيالك. وهو في الطريق لقى واحدة وابنها، ست أرملة وابن يتيم مفيش معهم حاجة خالص، وهو عنده ابنه في البيت برضه ومراته، طب يديهم ولا يدي الأرملة؟ فبص لها كده قال والله ده حالي كان حالها حالي، راح مديها الورقتين اللحم والحاجة الحلوة، فطيرة الحاجة الحلوة يعني. سبحان الله العظيم، ربنا عز وجل أعطاه يعني رزقه بحد عمال يقول أين أبو نصر الصياد؟ من يدلني على أبو نصر الصياد؟ لقاه جايب له 30,000 درهم. ايه ده؟ ازاي 30,000 درهم؟ قال له اصل انا كنت سالفهم من والدك، ووالدك مات وقعدت ادور عليك عرفت اللي انت هنا. ورقتين لحم ربنا عوضه ب30,000 درهم اضعاف مضاعفه، ويضاعف لمن يشاء سبحانه وتعالى. ابو نصر الصياد بقى راجل غني وعنده تجاره كبيره جدا، وكان بيتصدق كتير قوي. في يوم من الايام نام وحلم اللي ميزان الحسنات والسيئات اتحط نصب، لقى ان كل الصدقه اللي كان بيتصدقها تحولت الى سيئات،
ليه؟ كان تحت كل صدقة إعجاب بنفسه اللي هو بيتصدق بالصدقة الكبيرة دي. فجه المنادي اللي ناداله في الحلم، قال هو ليه حاجة تانية؟ فقال له ليه ورقتين الفطرتين. أبسط حاجة عملها نزلت في الميزان، في ميزان الحسنات، فكفة الحسنات بقت قد كف حسنات، كفة الحسنات بقت قد كفة السيئات. فالراجل خاف وقال أنا كده هخش جهنم، طب هعمل إيه؟ فنادى منادي مرة تانية، قال له في حاجة تانية دي؟ قال له آه. فلقى بحر من الحسنات ببحر من دموع سيدة أرملة. الست فرحتها بورقتين اللحم والحلوى اللي هو اداها لهم كانت بتعيط من الفرحة، فنزلت على كفة الحسنات دموع، بحر من الحسنات دموع واحدة أرملة فرحت يوم أيام. قالوا لي حاجة تالتة؟ قال له آه. قال له إيه؟ قال له ابتسامة يتيم. فرجحت الحسنات، فقام من النوم قال لقد نجوت لقد نجوت. فاكبروا بخاطر اليتيم والمسكين والفقير، واكبروا بخاطر الدنيا كلها، ودايما افتكروا ان محتاج بيدي محتاج. هطلع في تقرير عن الخير والبر والفرحة والتقوى، وارجع لكم تاني مع شيخنا الجليل الدكتور مصطفى فتح الله. صلواتنا وسلام.